احنا نقول للسيد رئيس الوزراء عمي ما نقول نبقنا على مدى 10 سنين وعندنا رئيس الوزراء الحالي الحالي ايه السودان نقول له انت بن حمولة وانت والله نظيف و يعني عندنا اصول تاريخية وياكل ولا هلك صاحب كل العراق فنقول لك العقلة يا دولة رئيس الوزراء انطينا من حلالنا شوية انطينا شهر شهرين وبعدين اتصرف بالصحوة بتريدها اللي تحيله تقاعد واللي الشباب وبي فايدة حيلوا على الجيش والشرطة احنا ما متمسكين بيها هذه فترة استلام السوداني ما صار حديث ما صارت محاولة ويا من مع السوداني للحديث بهذا الموضوع تجينا كتب ما قابلوني تجي كتب وتقول اصرفوا لهم وتقول وتقول وهاي الكتب عندي افتحوا لهم حساب لكنه هواء في شبك هو شنو بال 2014 عندما الصحوات وقفوها يعني وقف رواتبها فبعض مراء الافواج الموازنه وين راحت للدفاع الدفاع عندهم موازنه فشو يسوون استحدثوا مجاميع سموها صحوه الدفاع والداخليه اللي هي بالديوانيه وبابل وجنوب بغداد وبدياله عددهم 10,000 فينطوهم على 250 بالشهر والشهر ينطونه 10 ماكو الى اخره والمعروف ان الصحوات تشكل خدمات معينه ذولا غطوا على صحواتنا الحقيقيه اي ما هي زين وين هالصحوات الملف عندي وين صحوات الانبار وصلاح الدين ونينوى وسامره وبغداد الشمالي ماكو اختصروهم بذولا وبدا الحسابه بتحسب عمي كل شيء دول فراشد خاطر رئيس الوزراء ثاني انهي الملف ونغلقه انطوهم شهرين ها زين شهرين بس من مال 10 سنين من ال 14 بدون اثر رجعي ها بدون اثر رجعي ما كره ما نريد عمي احنا ولد الحكومه والحكومه احتاجت واخذتهم في مالها يجوز غطت به المشاريع يجوز انطتهم للايتام